ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. وعذرنا على شيء تقصير. والله ما قصرك، اقسم بالله ان انت كافي وافي يا قلبي. ما شاء الله، انا قلبي لدني مع احسنه، امن وامان وراحه والدنيا وسع عندكم، الله يحفظك يا اخي. هذا استراحه نستاجرها يعني. ما شاء الله مرتاحين، الله يريح عليكم، الله يريح عليكم. ما شاء الله، وهذا ابنك ما شاء الله. هذول عيالي كلهم الله يحفظهم. الله يصلح، الله يصلح، ما شاء الله. انما الوليد هذا لقاه حق زواجه، زوجوه وليد زوجوه. خلوا شيل فتك وركاه. ان شاء الله. الله يحفظك. البلاد كلها، البلاد كلها دعي لك، كل البلاد من شرق الى غربه كلهم يبصروا حقك البرنامج، كع 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 ويضحكوا. خصامي ايام، اقسم بالله انك تشعل البلاد شعلان. افتح قلبك انا. الله يحفظك. الله يحفظك، هذا واجبي. ايوه اكيد اكيد اكيد، انت قد ابو الواجب. الله يحفظك. الله يحفظك، بس حمى عليك بحاجه. ما هو؟ ما انا داري لما تغني للتحالف ولا السعوديه، ما معك منهم؟ قول لي موبو. كيف ما معك منهم؟ هم انت تغني لهم. التحالف دي وقف مع اليمن، وقف مع البلاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الصحابة للحبشة مدح في النجاشي وشكر فيه وتكلم، صح ولا لا؟ الرسول عندما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وتلقفوها الأنصار مدحهم وادالهم أحاديث وبشارات. إحنا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. إحنا هاجرنا للمملكة، وقفوا معانا، دعمونا بالمواقف السياسية، بالسلاح، بكل شيء. كيف ممدحه؟ كيف ممدحه وهو دي واقف معي من حين خرجت؟ احسبهن كلهن، معنا 3 مليون مغترب، والله لو ما المغتربين نقد متناجوا. كيف ممدحهم؟ كيف ممدحهم؟ عيب في حقي أنا. طيب واحد فتح لك بيته وواقف معك، عيب انك ما تمدحه، عيب انك ما تقول له شكرا، شكرا للمملكه، شكرا للملك، شكرا للسعوديين، شكرا للمملكه العربيه وللتحالف بشكل عام. كيف؟ اذا ما شكرناهم ايش يعني؟ عيب. انا قلت انه انت تقول افضل حاجه ان انت بتشكر المملكه. له كم تساؤل، تساؤل. وقفوا معانا وكل اليمنيين هنا بيشتغلوا، لهم السعوديين حق مثل هذا، انهم عملوا دوره لكل مغترب. وقالوا افعل كذا، افعل تغريدة، لكن ما فيش. ناس أكارم وناس أجواد ما تخيل، ما أطيبهم ما أحلاهم. الله يحفظك. من حين جينا ما قد سألونا إيش معك وليش انت هنا واقفين معانا 8 سنين مع الشرعية. الله يحفظك ويحفظ التحالف. هي خلاص، أنا أقول كل تساؤل تساؤل يا رجل، لا تأخذش مني. أنا أقول كل تساؤل بس مو معك، لكن أنت وضح كلي. يستاهلون أكثر منك، امدحهم ونشد عليهم وغني لهم، يستاهلون. ابصر على بلاد، اقول لك جزءكم من المنفذ لهنا، امانه للدنيا هكا هكا. اقسم لك شكرا والف شكر، الف شكر و20 مليون شكر. ادهاف. لو التحالف عدوان ما به 3 مليون مغترب. عدوان؟ من يقول عدوان؟ يكسرون اقفه. اللي ما يشكرش الناس ما يشكر الله. الف 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 شكر للملك والمملكة والتحالف قيادة وشعبا.